إن الضحية الأولى للخميني وأتباعه هو الشعب الإيراني الذي ذاق فويلات أفكاره المريضة، وما زال يئن تحت وطأة هذه الأفكار في نظام ولاية الفقيه. ولقد باتت ولاية الفقيه بحاجة إلى أزمات متواصلة لكي تبقى وتعيش. ولذلك حرص خليفة الخميني على وجود ميليشيات رديفة لجيوش العواصم التي تهيمن عليها قوات الحرس الثوري كالحوثيين في اليمن وحزب الله في لبنان والميليشيات في سوريا والعراق، وإخضاعها للتجربة الإيرانية مع الحرس الثوري، فتصبح خيوطاً في أصابع الولي الفقيه